ارتفعت مساهمة مركز دبي المالي العالمي إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث أشار التقرير السنوي الخامس حول نتائج دراسة المسح الاقتصادي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المركز من 292 مليون دولار في العام 2010 إلى 3.13 مليار دولار خلال العام الجاري بارتفاع نسبته 7%. وتضمن التقرير بيانات عن إجمالي الأصول المصرح عنها في اقتصاد مركز دبي المالي العالمي الفرعي خلال العام الجاري، والتي قدرت بحوالي 115 مليار دولار تقريباً. وبلغ رأس المال المدفوع من قبل الكيانات المسجلة في المركز 29 مليار و500 مليون دولار عند نهاية العام 2011. المساهم الرئيس في الناتج المحلي الإجمالي للمركز كان القطاع المالي بنحو 70.3%، فيما مثل قطاع الخدمات التجارية 28%، وما تبقى فكان مساهمة الإدارة العامة. إدارة مركز دبي المالي العالمي أبدت سعادتها بالنتائج التي أظهرها التقرير، وتتوقع مواصلة دوره في تحفيز النمو في المنطقة عبر توفير بنية تحتية عالمية تكون بمثابة المنصة المثالية للمؤسسات المالية والتجارية لتوسيع انتشارها الإقليمي والوصول إلى أسواق جديدة. إبراهيم الأمير، الرؤية الاقتصادية، دبي.